يمنع الدخول ويحظر الاقتراب، أماكن بداخلها أسرار لا يعرفها الجميع. إذا حاولت الاقتراب من هذه الجزيرة ستدفع حياتك لقاء ذلك، فقبيلة الحراس بالداخل تأكل لحوم البشر. يحظر الاقتراب لأقل من 5 كيلومترات. هكذا تتعامل الهند مع جزيرة أندمان بعدما لاحظت أن كل من اقترب من هناك تنتهي حياته حتماً. كيف يحدث ذلك؟ عاين البعض ما يحدث عن قرب. دفع سائح أمريكي مبلغاً لبعض الصيادين بالمنطقة ليصل إلى شاطئ قرب الجزيرة. وصل إلى الوجهة، فلاذ الصيادون بالفرار، ثم راقبوا المشهد عن بعد. ماذا حدث؟ يقول الصيادون إن السكان المحليين أحاطوا بالرجل وظلوا يرمونه بالسهام. سقط أرضاً، فربطوا حبلاً حول رقبته وسحلوه. من هم سكان هذه الجزيرة؟ الحراس أو المغامرون، أحفاد أول سلالة بشرية استعمرت آسيا في العصر الحجري القديم. هم ينحدرون غالباً من القارة الإفريقية. تقول الأساطير إنهم يأكلون لحوم البشر، وكانوا يتغذون قديماً على لحوم السلاحف ونبات الغابات. ذاع صيتهم بعدما نشرت السلطات بالهند صوراً مثيرة للجزيرة عام 2000 عقب التسونامي. أرسلت الهند مروحية لإنقاذهم أنذاك، فوجهوا سهامهم نحوها كما يوجهونها نحو الغرباء دائماً. فشلت الهند في التعامل مع سكان الجزيرة وتخلت عن محاولاتها العديدة. ومنذ مقتل السائح الأمريكي أصبح المكان محظوراً على البشر وخطراً على كل من اقترب.